انا بس هنستاذن معانا اطرح اتعرف بيك الاول، وكلمني عن الخدمات اللي استعرضها سياده النائب دلوقتي، وعايز اعرف كمان احتياجاتكم لهذه الخدمات، وهل فرقت معاكم بالفعل ولا لا. اسمح لي اقول ان سياده النائب المستشار عيد هيكل دوره النيابي داخل قبه البرلمان اعتقد انه اتسم بكثير من المشاركه، سواء كان في كل جولاته في التشريع او كل ما يحتاجه المواطن، سواء كان في حي المرج او بصفته نائب للشعب. احنا قدرنا بمواصله وبمطلب حقيقي مع النائب عيد هيكل الى وضع اليه كامله لبعض المشاكل اللي بتواجه حي المرج. حي كان بيفتقد الى بنيه تحتيه حقيقيه، سواء كانت الخدمات الخاصه بالتعليم او الصحه او البيئه. وربما اكون انا مشفق على سياده النائب عيد هيكل والساده النواب، على اعتبار ان الدور النيابي لعضو مجلس النواب قد يكون قاصر تحت قبه البرلمان على التشريع والقانون، الا ان بالفعل في حاله حراك فعليه على ارض الواقع، ودي بانت في المتابعه الحقيقيه والواقعيه لكل ما يمس المواطن المصري من مشاكل. وكان اهمها ان احنا عملنا مبادره واقعيه في ارض الواقع على فكره محاربه الغلاء، وشارك سياده النائب عيد هيكل واحنا من منبركم بنتوجه له بالشكر في اقامه معرض اهل رمضان الذي اقيم على ارضه في منطقه البركه، جزء لا يتجزا من حي المرج، اللي استمر اكثر من 30 يوم متواصل. ودي كانت مشاركه فاعله من سياده النائب، وايضا اعتقد ان الغرفه التجاريه كان لها مشاركه، والدوله باسهامات واقعيه. ولكن انا احب اخلص من القصه ان هناك مبادره من سياده النائب عيد هيكل احنا اخذناها محل الاعتبار، وهي محاوله ان احنا نصطف صف واحد داخل الدائره. مشاركه دعوه رجال الاعمال والقادرين واهالي المناطق، على اعتبار ان احنا قطاع اعتقد ان هو يتسم بالريفيه الى جانب الجزء الشعبي فيه، ازاي نعمل مبادره في حب مصر، ازاي نحارب الغلاء، ازاي بكل صوره نتضامن مع الدوله ونصف صف واحد للمرور في احلك فتره بتمر بها الدوله. وبرضو انا بنادي من خلال هذا المنبر الشريف المحترم، بنقول لكل شعب مصر سواء كنا حي مرج او اي مكان، تعالوا نصف، لان المؤامره كبيره على الوطن من خلال كل الصور والمشاهد اللي بيغالي فيها التجار وبيغالي فيها اصحاب النفوس الضعيفه. بأكد ان الاستاذ عيد هيكل ومكتبه السياسي بيشارك مشاركه حقيقيه وفاعله. اخر انجازاته اللي احنا شفناها كانت سفلات الشارع محمد نجيب، وجاري تمهيد السبع اماكن الاخرى لتكون مناطق متميزه. ولو سيادتك كنت زرتنا من اكتر من 10 سنين كانت الرشاحات دي عنوان لدائره المرج، الحمد لله اعتقد انها بقت منطقه حضريه. بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقوي هذا البلد ويقوي قائده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس اللي احنا بنقول بصدق كلنا ايدينا في ايديه. وبنشكر سياده النائب عيد هيكل ومزيدا من العطاء لسياده النائب. برضه احنا استعرضنا الانجازات واستعرضنا المشروعات اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت. كلمني برضه، عايز اعرف المشروعات بالفعل فرقت معاكم ولا لا، وايه اللي انتم طالبينه لسه من سياده النائب؟ ايه الجديد لسه او اللي انتم عايزينه خلال الفتره اللي جايه في حي المرج؟ طبعا احنا بنتوجه معك محمد علي ناصف مقلد من مواطني حي المرج. احنا طبعا يعني بنشكر السيد النائب عيد هيكل، وطبعا احنا حي المرج معروف انه يعني ان احنا حي عشوائي، و80% منه يعني حي عشوائي، والحي العشوائي بيتطلب يعني في عنده مشاكل كتيره جدا جدا جدا. واحنا من ضمن المشاكل يعني كان عندنا مشاكل في التعليم، ومشاكل في الصحه، ومشاكل في البنيه التحتيه. وطبعا هذه المشاكل عرضناها على سياده النائب عيد هيكل، وبالفعل في حاجات قام بيها مشكورا يعني وسعى ليها، زي اللي هي التوسع في المدارس عشان عدد هو سياده النائب استعرض المشروعات. اللي احنا عاوزينه عندنا المدارس فيها عدد كثافه بالنسبه للطلبه، فاحنا طبعا بنطلب من سيادته ان هو يقوم بعمليه ان يتم بناء مدارس جديده
وبالفعل هو قد وعدنا ان هو تقدم بطلب بناء مجمع مدارس بارض نعمه هانم. والحاجه الثانيه ان هو في بعض المدارس قام بان هو استكمال ادوار اضافيه بحيث ان هي يزداد عدد فصول. وبالنسبه للصحه برضو عندنا مشكله مستشفى جراحات اليوم الواحد، عندنا مبنى مكلفه ملايين وما زالت لغايه الان مش شغاله بسبب ان الحي يقول لك المبنى مش مترخص. طب المواطن ايه ذنبه؟ فاحنا محتاجين طبعا، فهو سياده النائب قال لك ان هو يعني هيجيب الموافقه ديت وان شاء الله ربنا ييسر. وطبعا الحي عندنا محتاج برضو في بعض الاماكن محتاجه للاناره، والكلام ده كله طبعا طلبناه. وعندنا برضو بالنسبه لمراكز الشباب والنادي برضو طلبنا فيه، ان سياده النائب قال لك ان احنا تقدمنا بطلب وهيتعمل استاد للنادي بركه الحج، وجاب بعض المبالغ الماليه لبعض النوادي، جاب لنادي المرج وجاب لمركز الشباب. دي كلها حاجات طبعا يعني غيرت معانا شويه، ولكن لسه برضو ايه الحي محتاج، لان الحي طبعا حي عشوائي ومحتاج يعني قدامه فترات طويله لغايه يعني ما ربنا يكرمنا والحي ينهض. وطبعا ده كله هيحتاج لوقت، ولكن احنا بنسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يعين النواب ويعين النائب عيد هيكل وان هو يغطوا يعني حاجات. وطبعا احنا برضو يعني كان في عندنا ازمات الفترة اللي فاتت، أزمة الأنابيب، وبالفعل برضه احنا بنشكر السيد النائب ان هو يعني تواصل معنا في حل هذه الأزمة. وبالنسبة لأزمة بعض المواد الغذائية برضه شاركوا معنا فيها، وكان في برضه بعض الأماكن. والنقطة التانية حتة ان احنا عندنا هنا في هذا الحي ما عندناش مجمعات استهلاكية. تمام، دي برضو احنا طالبنا بيها وهم وعدونا، فاحنا يعني نتمنى ان هي تتنفذ، لان طبعا المواطنين هنا يعني مواطنين بسطاء. فربنا يسر. شكرا. اتفضل يا فندم. وكلمني برضو، انا مش عايز استعرض برضو كل الانجازات، احنا استعرضنا وست نائب استعرض، انا عايز اعرف انتوا كحي المرج ايه اللي ناقصكم لسه؟ ايه اللي انتوا عايزينه لسه من النواب خلال الفتره اللي جايه في حي المرج هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاك محمود الصغير. اولا بنشكر سياده النائب على المجهودات اللي هو عملها في الدايره، من ضمن المجهودات اللي عملها هو الساده النواب برضو فتح طريق اسم المرج، طريق المرج اسم المرج، السجل المدني. كان انا مش عايز استعرض، انا عايز انتوا ايه اللي ناقصكم لسه، ايه اللي طالبينه؟ اللي طالبينه حضرتك بالنسبه اللي انا بتكلم على الجزئيه، منطقه انا عايش فيها منطقه الفلاحه. منطقه الفلاحه دي منطقه كبيره جدا، فيها اربع شوارع كبيره جدا، مدخل ومخرج المنطقه محتاج رصف. واحنا كنا اتكلمنا مع سياده النائب، وسياده النائب اتفضل مشكورا، وقعد اتفضل هو والساده النواب مع سيد رئيس الحي، وقالوا انه في ميزانيه ان شاء الله لسفلته. في عندنا شارع كمال حمزه في المنطقه، شارع مكه، شارع الترعه السلطحيه امتدادا باسم المرج، وشارع سليمان غزال، وشارع كمال حمزه. المنطقه الفلاحه دي منطقه كبيره جدا، يعني يسكن فيها حوالي 300 الف نسمه. بتعاني من مشكله ان محدش بيعرف يدخل جوه عشان مفيش طريق مسافلة المنطقه جوه. فتمنياتنا في الايام البنيه التحتيه هناك اخبارها ايه؟ البنيه التحتيه هناك في الفلاحه كويسه جدا، طبعا الغاز مكتمل، يعني يجي سفلت على طول، مفيش سفلت على طول، البنيه الغاز والميه وكل المرافق موجوده في المنطقه، والمنطقه كبيره جدا، مساحتها تقريبا تطلع مثلا حوالي 3 كيلو متر مربع، فمحتاجه هي السفلاته بس المنطقه. عاوزين برضو بعض الاناره في بعض الشوارع محتاجه الاناره. وبنشكر سياده النائب والساده النواب على ايه، على المجهودات اللي بيعملوها في الدايره. شكرا ليك فندم.